نستغرم الهنجة بشكي من عقد ايجن حلقة تواصل من 20 اندين انفلاح تصرفات المجالس اخر يعلون والمجالس اجيبان مدى وان كان انبت انك فوس فوس من 20 انا ابل هولات ابل هولات ايوا كنا خدسين افدنسن نهاني ذا اهالي فرخانة بني اسرائيل انت تنسيهم جميعا اتكلم الاخ عون ما تبدم اليد للوردة للحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من اجل نتشربهم للمستقبل على وعسى اخو ميكسين من خون فارنينا اقوى غان غمير الخسار الا ميش الحاج انخسر حلومة انخسر افراضا انخسر من خان ساسيينا منذ 61 زي 1961 الله يرضى عليكم انت ترزيهم اهالي فرقنا شباب شيوخ نساء اطفال مرة اتقدم من الدعم الوردة علىها تستطيع للمستقبل اذن تخلق شان مجلس اشنو غيس فرحا كل مرة اغيك سيد تهميش اتعانى البلدية بالله عليكم واش يقيم شاء المنطقة نهاني للعالم للمغرب رغم بعدها بلا يمن بلا فاوت بلا يبريذن يا اهلي فرقانة اقام الدوان كان عند فوس تفوس اقا ابو الهول عما سلسيزن فك اقا 40 سنة رسوع عليه الصلاة والسلام يتحرر ذيس ابو الهول قواه نتكسفو اسوا واذ نتكسفو صونا الطموبينات انت كسيت العزايم الصوت النور الصوت النور غير انت يستلق قج الامانة اخلقت رب العالمين بين ايدينا باش انستفتا تيم الشام انستفتا قلوبنا انستفتا الافئدة النور من اجل غنشهد امام الله باننا وتنتخبوا الفساد وتنتخبوا الفسق وتنتخبوا الفجور وتنتخبوا الاستهتار القيمنا ضاعوها لانهم وتعين انشاء في المشاكل اذا تعانى مشنيو ثروة انسان قايل ماني نظري تعيش ماني نظري تمو بنا في السن وكوانت ماني نظري مدارس اللي كانت الانسان ماشي مدارس مغربية وتكوين انسان ماشي مغربي بمعنى انه عماس اكين غيرين للمستوى من تعيش للمآسي ذي الفجور ذي الفيس إخان فرضينا ما رأيهم سمي عن المجلس بلدنا عنيدا الاتحاد الشراكي اتعادك اتعاهدك نير بأنه البرنامج نصل أصير ايش البرنامج ايش النقطة مدن حقيت استطاع انا وضمانين ميت على النقطة يا هو ان تحرر ان حرر بنال منه بنال مفارق انا بنال بريسان اذن تحرر سنوع اني الخوف اخذ فارس السلطات المحلية باسمي الرؤساء انه اذا غيت مسلم باسم الممثلين اذا غيت مسلم الاخوان ابين يديكم جلوا جالفا سنوا لائحة الاتحاد الشراكي لائحة الاتحاد الشراكي سواء جهوية او الجماعية سطعا حولا اتقارنا اتزام نوع المرشحين لهم دخلان في المشاتعين كونا لوائح من زين كونا بامحضان الله يكون في عونهم اتوعي من دان سخانتا اززن قرقوبي سخانتا اززن الكيف سخانتا اززن الشيلة سخانتا القهوي باش يدين باش يدين يجن اداة طيعة اكفوش لسان ازيز فرمين من السن ناقي ذا نمشو غنحرر يحن جاني
نلزم المحرر حمزاني علنا نستطيع أن نعلق ما يمكن اعتباره النصف أدنى الغنداسة ودبونا مشانس القهوة ودبونا مشان تروان تروان دانا شانسين الجامعة ماشي خاصني نقلع عليه أنا متكن هاني ذا مجموعة من الطلبة التحقن الزعيم وزمان ستكمل الدراسة نصر معنى أنا ستكمل الدراسة نصر أرفقن سبيت الشهادة نسمعوا ليا من جنين هذه الأطر لأن مادة سبحان الأطر أرفقن أذن نفسه مادة توعان أرفقن أذن نفسه مادة مغان دغرين وزمان كيس العيشان الرؤساء لمجالس البلدية الفاسدة الفاسقة ما نريد نسلم بأن المجلس القديم انتخبا اجل تجربة جديد ولكنها مع الأسف اسمح بمتجوء العهد صغار فيه اسمح لا يستخلى اسمح عندك مشانسين الجينيش الفاسد اجل الفاسد يراغي بالإنصار يو يرغب بالإنصار يسلم السلطات يبغان وارغاسن بالضمير من غير حسبان في بشا لكلامنا اللي غوام قاين عما سلق قبلين ما يمي ولا قبلين لأنهم أسلم مليح من خلمان دي المجالس المين دوم خلمان دانيتين اللي فرخانا المين دوم خلمان دي بالإنصار عما سينا ألا أخشن فرصة أدن فغاوم أكو متواصل ألا أمني من سنوات الشي واشني متحيو واشني متوعد شاء سيد فلتا وسنفقود ولكن اتوعدي كنيه إن شاء الله أمام الله وأمام الوطن وأمام ضمائرنا أنجي مشعود على الأقل أنوفر إمكانيات متابعة الدراسة إمكانية ويديبو مشان ويخدمو مشان ورسم إن كان ماني ميتش المجلس يوفر إمكانيات تندرس إيه هارون إلا فرقانا إلا فرقانا أميت عنا معاه الفرقانا نجم زروان وميت حسيتي أسمع سمعت كورا هنا عشان سروان باش هذيك قال انت اجلس المرشحون للمحاسبة غدا باش نتسلم باش نتحاسب إنا المرشحون فضلا أغاوم فغن أكيوم سيولنا ومش لغمبو بالسن لأن الفلايح إني كن فلايح لبرين صار فرخانا نعني لفانا بشنو يغار لعين أمشنو كاركونا أقف أثبالاً لأنهم قلن أقلن تسحيان لأنهم سلم من قدماً الساكنة بإنصال فرخانة نعني ذا إجل السنوية يغارون إجل السنوية يغارون أتوقف الساكنة فاروان وقفاً باش السيغن تاروان سن غير التعليم الإعدادي وغير سميتي حاول تز النيابة دوزو أطفاق سنوية باش ليستيك إعدادية وكيل لايحة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد صلوات الله عليه أجمعين. أيها الحضور الكريم أخواتي إخواني أشكركم على تلبية الدعوة لحضور هذا المهرجان الخطابي وأشكركم كذلك عن رحابة صدوركم لقضاء معنا هذه الفترة الخطابية التي ولابد تستمعون إلى ما سيقدمه حزب الاتحاد الاشتراكي برمز الوردة في برنامجه في الانتخاب يوم 4 شتت إن شاء الله. في البداية تقديم بسيط لمجموعة من عراصر الذين يكونون لائحة الاتحاد الاشتراكي. عبد ربه نجيب الحموتي رجل الميدان الرياضي
25 سنة في قطاع الرياضة وبالخصوص في كرة القدم في مجموعة من الفرق الوطنية والإسبانية، متقاعد مدير شركة المحطة الطرقية بالناظور، والآن نمارس مهنة السياسة لكي نكون عند حسن جميع جماهيرنا الأوفياء وللقضاء على الفاسدين والمفسدين. في الحقيقة قضيت هذه المدة في قطاع الرياضة وأثرت فيها أزيد من 1500 تلميذ في الرياضة، والآن يشهد لي بملعب في بني إنصار يسمى ملعب نجيب الحمودي. أحسن. وفي المرتبة الثانية أحد أعيان المدينة من تجار المدينة الشباب الحاصلين على شواهد السيد رامي محمدي. في المرتبة الثالثة رجل غني عن التعريف أستاذ مصطفى بروة، عضو مجلس الجهة وعضو في غرفة السيد البحري، صوت مسموع لدى الجميع بجرأته وشجاعته دفاعا عن مصلحة جميع من يقصده. لابد أن أشير إخواتي أخواني أن في هذه الأيام تتراكم عليكم الألوان والرموز وتختلف عليكم ضجيج السيارات، الله يحسن لعونكم الله يحسن، ولكن فيه شيء ربما ستلاحظونه على قوائم اللوائح. ما هي؟ لباس الذين يتقدمون بعض رموز الفساد، الذين بقوا وورثوا المجلس البلدي لمدة ربع قرن، والآن بدون حياء ولا خجل يطالبون المواطنين بأن يصوتوا من أجلهم. بالله عليكم كيف سنحكم على هؤلاء الناس الذين قضوا ربع قرن في المجلس والآن يقفون أمامكم ويطالبونكم بأصواتكم؟ أنا أناديكم من أجل مقاطعة هؤلاء الناس. خذوا هذه الكلمة، هذه كلمة رياضة، وضعوها في جميع أفكاركم بأن الرياضة هي مخرج لإنشاء شباب واعي مثقف، لأن الرياضة فن وثقافة. اختاروا هذه الكلمة. اليوم الرياضة مهنة شريفة، سواء كانت في كرة القدم أو في لعبة في ألعاب القوى أو غير ذلك من الرياضات. خذوا هذه الكلمة مني كنصيحة مني. أما التكريم الذي أريده من أهل فرخانة هو أنكم يوم 4 شتنبر المقبل أن تكرمونني بأصواتكم فقط خدمة لما قدمته لهذه لبلدية ولجماعة بني إنصار فرخانة. هذا هو التكريم الحقيقي، وهناك إذا كان تكريمكم سيكون صحيحا سأريكم أشياء أخرى لا في ميدان الرياضي ولا في ميدان التنموي. إني هنا صحيح أضعكم كلكم سأضعكم الصورة في الصورة العمومية لجماعة فرخانة بالإنسان. جماعة فرخانة بالدار إفسها واحد الشاعر من الشعراء الفحول ديال العصر الجاهلي باش يدير عليها قصيدة شعر، لأن بالإنسان ستصاب بسكتة قلبية. بالإنسان ستصاب بسكتة قلبية. عقلته واحد خطا المغفور له الحسن الثاني رحمه الله منين قال بان المغرب سيصاب بسكتة قلبية. اليوم جماعة بني نصار فرخانة ستصاب بسكتة قلبية الى ما جاوش الناس الغيورين الشرفاء النزهاء
اللي عندهم غير على هذه المدينة. أرجوكم أرجوكم ابحثوا عن طبيب، ابحثوا عن طبيب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن ابن نصار سيصاب بالسكتة القلبية وسيموت وسينتحر وسنذهب كلنا سدى. إذن من هو الطبيب هنا؟ من هو من هو الطبيب؟ الطبيب هنا هم المواطنون الذين سيتلون بأصواتهم يوم 4 سبتمبر. ألفي بنقان هو كنيو، ألفي بنقان هو المواطنين الشرفاء النزهاء اللي غيكشن الصوت مسن النهار 4 سبتمبر. اختاروا بكل نزاهة بكل شفافية بكل ديمقراطية من سيكون إلى جانبكم في السراء في الضراء وجميع وفي جميع المناسبات. إخواني أخواتي المواطنات إخواني المواطنين، يوم 4 سبتمبر يوم مصيري في تاريخ جماعة بن نصار فرقانة. إخواني يوم 4 سبتمبر يوم تاريخي في مسير سكان جماعة فرقانة وجماعة بن نصار. إذا كنوا في الموعد، كنوا في الموعد أخواتي. وإذا تبعت ورقة وصلت إلي من بعض الزملاء، ولكن قبل أن أحيد الكلمة للأخ أحمد بروة، لابد مصطفى بروة، لابد أن أتمم بعض الذين حضروا بعض أفراد اللائحة. دوي يسير، دوي يسير، تاجر حاصل على شهادة. سفيان بروة تاجر حاصل على دبلوم. أما وكيلة اللائحة، وكيلة اللائحة، وكيلة لائحة النساء هي الأستاذة المحترمة نادية حمامسي. نادية حمامسي فاعلة شمعوية، أستاذة لها أعمال اجتماعية كبيرة في جماعتنا ونقدرها. اسمح لي اخر السنين حنا كنستناو والاستماع دوني الاستماع حبي انا اللي حيدوني الاستماع. اي واحد ما كانش شي واحد حيدوا له الاستماع غير انا. عايزوني واحد عماره صاحبي. اي اجماع سيدي غيش المواطن، غيش المواطن ما فرخان يتشتى يقرا شقا 5 سنين حار من انا، حار من انا سبوك انا. انت تستعدل خبير او شنو يا حاج تاريخ ومن بعد مشوش الكلمة ومن بعد مشوش الكلمة ومن بعد مشوش الكلمة. بابا ومو هذو خليهم شوف انا رفت مو على الشم قلت إخواني كنت في صدد تقديم السيدة المحترمة بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إخواتي أخواني سكان فرخانة الذين ينتمون
الى بلدية بنينسان. وخسادة ومينير باش مارد فهمن لان الناس واخذها من مار اذا عرفت، ولكن من الاحسن هذا ونسيو نغز ماسيق لان ولله الحمد الدستور الجديد من 2011 سيدنا نصره الله في كنغز ماسيق الى جانب اللغة العربية. انسيو ماسيق 80 ديال البرلمان ديال الحكومات الإسبانية الفرنسية الإنجليزية في أي مكان وعند الحق نسيو ماسيق. أي إثم أي فخما لأن رنش السمير الجهد تقواري قومي بشخشا سكان فرخنا تغذغان المناضلين الاتحاديين تغتشرفنا مشانا وعلى راسهم المرحوم السي عبد القادر رحمه الله. عبد القادر القادري رحمه الله كان رجل شجاع كان يدافع على سكينة فرخانة، ولكن من نهار يروح السي عبد القادر رحمه الله كل شيء يروح حكي سوا هذا يبقى مرض يباقنا. ولهذا نهارا عقب تقاوم سرمز الوردة الأمز الاتحاد الاشتراكي في كشينة تناس التاسي المغرب ما يمدغاو منو سنهارا نستغاو من تتاس ايوان هتشارف من الاتحاد الاشتراكي هو 2015 هتشارف من الاتحاد الاشتراكي هتشارف هتسام ما نخدم ما ونخدم همشينا الاخيرة يستان سينا شي محموتي وغانا هوك الشوط والسحر، ولكن انا اقول ان شاء الله ما نفضل سنهارا واتعقبوا اسطع لأننا نذكر الإخوان الخطاب الأخير من جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياداه يقراو ميخضع في أذان دي المستوى باش يمشوا صغيوم باش يمشوا طريق رمضان. نشهد والله أقسمكم بالله العلي العظيم أغاري الغيرة خشيتينو في الإقليمينو في الوطنينو إلا الغيرة إذا يقغاري ستوستنتنا، ولكن داي الغيرة لأن توري سبامي استقلية مشان النق إذا قغاديري فرخنا في الإنسان إذا قغاديري تيسي من المغرب لأن قغار غمريج غايضان 2 متر شراه تمريج 2 متر لأن بوابة فرخنا بوابة من الإنسان بوابة إلى أوروبا بوابة من أوروبا إلى أفريقيا 52 دولة غايتوا الباب. إخواني سكان فرخنا نغو ما مشانا إلى قير التسيس وفعلا إلى قير التسيس أنهارا من النوق لأن فرخنا ثمونا قبل إنساسي 2009 ولا تنكيز الحشد شينا نطيش الطوموبيل عبدو ربي صغوي خاصه داو تكش بنايم لان ما يمكن شينا غدار على قلب النظره، ولكن يشتروها ولكن غاو مدعو من اقل ويد المجلس هذه ويد المجلس الجهه الشرقيه واتي بوي باتي بوي باتي قمت الواجبة المجلس البلدي غادي يعزو غادي يسمع غادي يعزو غادي يعود 8 ما يسمع هذه كمانايا النقل يا شطو ميساد ماني غير راح نطاول ومطاول ماني غير راح لان الصغافة غاف ننسى ما نقول التاكسي واحد تيح مشى يخسر يجي التوبيس تونس اتا غا عيادني اتا غا سناش اتا غاف ننسى اتا غا جميع الاماكن ما يدا التوبيسات وين هو ديال المنايا يخسر يجي الرئيس المجلس البلدي اللي غيقوم في المبادرة.
كذلك استوراهم الأستاذ الكبير الطاهر الحموتي أستاذ متقاعد يوي الخدمة مسمارة للتعليم أبنائنا وأبناؤكم تغد الأستاذ يتقاعد المودي للثانوية مش حال الأبناء نوم الأبناء نوم سنغسل البكالوريا نهار قوايطاش شفت الاستاذ الحموتي ليس الغيره ما شفتش ليس الغيره خلق ضماه لنا الزيت لنا الرواته لنا الملك النغا ايها الاخوان الملك النغا محمد السادس نظره الله اي سواد اقليم النغا من ايمان من ايمان يا سغاوي بغا يعاونك يا سغاوي بغا يعاونك يخدم ويوفي حاج ويوفي ويبغا يعاونك لأن الملك النور يتنقل جميع الأقاليم المملكة ما يمير يتنقل المشاريع باش غادي يوفر فرص الشغل لأبنائنا وأبناء القرى وللمغاربة كلهم. كيقيهم يومين تكرت الساعة يومين من واد واعدوا 24 ساعة من 24 ساعة تكرت الساعة خميس أربعة دي موشن قاعد غدا غاسن حشومة تسلحيه على سنين ان شاء قميس لإقليم النظر لأن الوطن اللي يعيز تخانا يخسخن غير عيزة لإقليم النظر هذا الشيء النظر هذا الجماعة النظر هذا الشعب النظر لأن الشيء ما لدى المظر ولهذا نشين تقطع سنة ومشتم فقديني وذاني وين 30 سنة 35 سنة ولكن ما زلت طلبا أدعق من غير المجلس نشينا قوالي الله الحمد أغنبو منه دام سباك أغنبو منه مش تورا من هارا غطان ذي الشعب وقت بالدير خبيه ومرقار أغنبو منه وقت بالدير وقت بالدير لأنه وغان غشاك وعطيس وغان أبوي باول وغان أبوي باول وقعطيس مالا نعم نشينا السودة دناوية أتناوي الساكنة مارا فاخمة في الإنساء وأتيجهم جنوعة لأن نتار أديرين تتوبيسات نتار أدعذرين الشوارع نتار أديرين وقت الحار نتار أديرين تكلم مشاكل أضفان فرص الشغل لشبابنا وشاباتنا أكاقا غرغي وذر غاسم الشهادة العليا وفي الملغة خدمة ناس غاس شاركة الإخوة ناس غاس شاركة تسنتين غانو على الشركات من عند الخدايم ذا زين الخدمة من عند زين شغالي يتشن دان الخدايم سواء عندي في نيسا وذي فارخنا وذي النادا تسكتن وي ذا ستي ختمان تسكتن ما جدا الأبناء اللي قليل تسكتن ما جدا الأبناء في نيسا وذي فارخنا إلا القليل جدا وخاني في المرض المغربيين ما يسمعوا سين دا ختمان مارو نتا يسمع ذي خدم ولكن الأولى نصافر الشغل هنا ذا يقيمن هنا ذا يقيمن واقفين من إغاث المن هنا يقيمن واقفين من إغاث كذلك الإخوة اللي نطلبنا يباشر أطلق غير ميكرون لنا الوقت داهمنا كذلك لأن مش عانق في ثمزينو عانق توقع 23 كيلومتر باش هذا حضغا 23 كيلومتر باش هذا حضغا توقع نقضي الثانوي ولا شيء لا في ابتدائي انهاي النظام ولله الحمد للقوات الشعبية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للاتحاد الاشتراكي عانغ النقل المدرسي عانغ لأن التوقيت واخذان في عام 61 62 63 التوقيت واخذان حتى راه منكر توقيت واخذان المدرسة ولهذا التاغي إن شاء الله مشين مراكم بين الثقة وعلى رأسهم عبد ربه أعاهدكم ما رأيغضو هذا المجهود هذا المجهود باش هذا مفان النقل الجامعي باش تتحمل الجامعه وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه للاتحاد الاشتراكي
في ثمن واقصد بغل نهيغي فان العرس إفان الاحتفاء إفان الضيافة إذا كين أهل فرخانة بلا من الغارو إجنا الرسالة ذو سيد زبان الإخوان الغيورين على المنطقة غيورين على منطقة فرخانة بني إسان من دي سقالن دي الرسالة يا بزايس يغنختم إن شاء الله كان دايس الله يرضي عليك إخسات سير المشكل المركب التجاري كانش على أبوابي 5 سنوات كذلك المركب التجاري كان يغ أقاد على الأبواب الهيتمن ما هذي ما يقين ونسي لحدود الساعة مين دايس خسن أركن مستقبلا ما خسن نسكن أم من كنتها لبني صار كيش عيشوا كي تزنديس خلال قانس كان المركب وما زال قائم المشاكل الناس لأنه سلبا ثمرت عباد الله بلا بدون حقوق. النقطة الثانية إثارة مشكل تشكيل المجلس البلدي السابق حيث تم بيع فريق العدالة والتنمية بشكل جماعي للسيد يحيى حقيقة ثاني تنسيت كل واحد انسان بأن الفريق يتغذي الأمال معقودة بعد ما كنت دايس يوذان الثقة التامة شي ناس الأغلبية باش نقلن بني إنسان الفرخانة ماذا فعلوا ملكي خانوا الأمانة وخلف ارفع لا إله إلا الله وخلف عن المصاحف وخلف عن قل أعوذ بالفلق ومع ذلك خانوا الأمانة لأن السكان شهد بأننا بيعنت ممش سلمن الأمانة إيجن فاسق أقولها وفمي عريض جدا إيجن فاسق يزنز بالإنسان يسمح بالإنسان يجيك فاسن يولان أفسق ليس يكشف الفرصة يجي الفاسق أذيك ذي أهل بني صار أنا غيك من يخص ويكذين من يخص باسم من؟ باسم العدالة والتنمية في السيرين ديني باسم مهيب الدين باسم الذين وصمت سلوكهم بالخيبة والعار أنهان إذا الولد باسمي وبنفس الطريقة أبناء باسمي الله أكبر أرسل الشمسين عباد الله مرة أخرى أحيل الكلمة لأن أتفجر غضبا وحقدا على هؤلاء لما قدموه لنا من خدمات تجلت بفسقهم في فجورهم. ليسهم شرعة ولا نهزه بالله عليكم إرقان 21 عدد راس الشمع إرقان 21 ملك البلاد يجري ليل نهار لمصفين فرص الشغل الطاقة الماء صالح للشغل التطهير الصحي ولكن إلا وقنا كل والو ختمني لا يجمو بنسم ينجمو بنسم وصفوا لكم وصفوا لكم وحمدي غادي قاعد واش كرهي معاك.
بحالك واخا انا ماشي ديالك يا الشباب سير بحالك واخا انا ماشي ديالك الاخوان الاخوان صافي.